24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. كان الزيتون تبارك الله هذا العام كاين شويه ديال الرزق هنايا في هذه المنطقه هذه، وخا الرغومه ديال الماء وداك الشيء الصب ما كانش هذا العام، بنادم قام شويه وتهلينا وبدينا حفرنا شويه ديال الماء زدنا في البيار وسقينا الزيتون تبارك الله تهلينا فيه. وهو تبارك الله انت كما كتشوف تبارك الله انت تشوف الخير كي داير، النتيجه مزيانه تبارك الله، الزيتون موجود تبارك الله، انت الزيتون الاخر تا هو كاع والد تبارك الله، كاين الخير هنا في هذه المنطقه ديال كتسمى منطقه ديال مسناوه قرب العطاويه، منطقه ديال العطاويه. الجوده الزيتون دابا راه موجود الحمد لله، واخا ما كاينش ذاك الوجد اللي كيبحال العام اللي فات بسبب التصحر وقله المياه وهذاك الشيء، ولكن ما الحمد لله راه الزيتون الحمد لله راه كاين ماشي ما كاينش كاع في مره، مازال دابا كيقولوا 11 12 دابا في المياه. وبالنسبه للثمن؟ الثمن كاين 7 دراهم 7 دراهم ونص حتى 8 دراهم وصل الزيتون. دابا الزيتون هذا ديال البلاد لا الزيتون ديال البلاد كتستراغنا راه تبارك الله دابا راه ولا الحضره ولا كاين زمران وكاين البلاد راه كبيره فيها الزيتون تبارك الله، ماشي هذه هي البورصه ديال الزيت والزيتون في المغرب كامل هي العطاويه سبحان الله العلي العظيم، شهرات بالجودة ديالها والناس كيفاش يعرفوا تيصايبوها وكيفاش يطحنوها، وكاين المعقول الناس راه المعقول هو اللي تيعمر السوق ولا تيخوي السوق، كيجيو الناس كيلقاو سميتو الكاليتي ديالهم داكشي اللي سمعوا كيديو كيديو الزيتون وتيرجعوا امور مزيانه ما الحمد لله. حتى البدايه دابا راه تجي دابا دوز واحد 10 ايام ولا 15 يوم تجي تلقى هاد البلاصه هادي ما تلقاش منين تشوف الناس بالسلعه.